السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي اللي هو 2019-2020. في هذا الفصل راح نتعرف على الجزء الثاني من مادة هندسة المرور. في هذا الفصل راح نتناول الكثير من المواضيع، من أهمها اللي هي راح نتحدث بها في البداية عن أنواع الحجم المروري وكيفية دخوله في حساب مستويات الخدمة على الطريق. أيضا راح نتحدث عن تصميم التقاطعات الهندسية داخل الطرق، وأيضا كيفية تصميم الإشارة المرورية. أيضا راح نتحدث عن الباركينج، وأيضا راح نتحدث عن مواضيع مختلفة ضمن مجال السلامة على الطرق، أو نسميها إحنا بالروت سيفتي. بالنسبة للرفرنس أو المصادر اللي أنا اعتمدها في يعني المحاضرات، وبإمكانكم أنه تراجعوها أو تطلعون على الأمثلة أو تفهمون المادة بصورة أكثر يعني موسعة، اللي هو هوبس كتابه بعنوان Traffic Planning and Engineering. أيضا عندنا غاربر اللي هو أيضا Traffic and Highway Engineering، تقدرون تلقوا بالمصادر أو ضمن المكتبة، وأيضا هو معتمد يعني كمادة للمرحلة الرابعة ضمن مادة المواصلات. أيضا عندنا روز وبراساس وماكشين، هذا أيضا عنوان الكتاب Traffic Engineering، وسلين وماثيو وغوست، هذا أيضا اسمه عنوان الكتاب Traffic Engineering Design Principle and Practice. بالنسبة كبداية محاضرتنا اليوم، راح شوية نعمل لكم مراجعة عن اللي أخذتوه بالفصل الأول فيما يخص بعض الخصائص المرورية اللي كان أول خاصية أنه تتعرفتوا عليه، اللي هو الحجم المروري أو الأولي فوليوم. فممكن أنه نعرف الحجم المروري على أنه مجموعة من المركبات ممكن أن تمر عند نقطة معينة على الطريق خلال فترة زمنية محددة. غالبا ما يتم يعني حصر المرور وإجراء الحسابات على أساس يعني فترة زمنية معينة، وغالبا ما تؤخذ كساعة. فإذا أنا من أريد أقيس الفلو أو الترافيك فوليوم أو يعني، فلازم أنا عندي ساعة معينة أنا أقدر أقسم بها عدد المركبات على هذه الساعة، فبالنتيجة راح يطلع لي هذا الأول فوليوم. وحدات قياسة اللي هي يعني وحدات قياس عدد مركبات إلها ساعة، فهو vehicle per hour، أو إحنا دائما نرمز لها بال VPH vehicle per hour. وعندنا أيضا معدل مرور المركبات اللي هو flow rate، ممكن همين أنه نعرفه على أنه مجموعة من المركبات تمر على نقطة معينة من الطريق، ويكون أيضا التعبير عنها بالساعة، أو ممكن يعني خلال فترة زمنية أقل من ساعة قد تصل يعني إلى 5 منت أو 10 منت أو 15 منت. فأيضا هذا الفلو ريت هم من عدد المركبات على هذه الفترة الزمنية، مو ممكن أنه تكون ساعة وإنما أجزاء من الساعة، مثل ما قلنا أنه 5 منت أو 10 منت أو 15 منت. أيضا وحداته اللي هو الفييكل بير أور أو البي بي اتش. أيضا عندنا الـ Peak Hour Flow اللي هو PHF، اللي هو النسبة ما بين الحجم المروري ومعدل التدفق أثناء ساعة الذروة، وطبعا هذا إلى قيم، وتكون هذه القيم بدون وحدات. عادة ما تكون القيم الصغرى دل على يعني تغير كبير في حجم المرور يحصل خلال الساعة، بينما تدل القيم يعني الكبيرة على ثبات المروري أو ثبات الحجم المروري من خلال فترة زمنية إلى أخرى. فهذا مجرد رقم دائما يكون هنا عندنا هو أقل من واحد، تقريبا يعني إذا أريد نقول ما بين 0.75 إلى 0.95، هذا يعني تقريبا الرينج مالته.
المعادلة مالته مثل ما قلنا أنه هي نسبة ما بين الأورلي فوليوم إلى البيك فلوريت، أو ممكن أنه أقدر أبسطها أكثر أنه هو يساوي number of observed vehicle in an hour على الماكسيمم فلوريت in peak hour. هنا راح ناخذ مثال بسيط على كيفية حساب الأورلي فوليوم والبيك فلو. مثلا أنا عندي بيانات مرورية مدتها ساعة، وكل ربع ساعة نحسبت يعني البيانات المرورية. فعندي مثلا هنا من 9 إلى 9 وربع عندي 500 فيكل، وعندي من 9 وربع إلى 9 ونص، ومن 9 ونص إلى 10 إلى ربع، من 10 إلى ربع إلى الساعة 10. فتلاحظون هنا شلون يعني عدد المركبات عندي دا يتغير، 500 بالربع ساعة الأولى، 600 بالربع ساعة الثانية، بعدين قل إلى 550 ورجع مرة ثانية إلى 500. فإذا أنا عندي تقريبا نقطة ذروة هنا اللي هي 600 ما بين 9 وربع و 9 ونص، حتى أجي أحسب الفلوريت على هذا الفترة الزمنية اللي هي الربع ساعة. فراح أنه أقدر يعني أحولها إلى vehicle per hour. لازم هنا عندي تنتبهون كل زين على الوحدات اللي هي vehicle per hour. فإذا أنا بما أنه ربع ساعة، حتى أوصل إلى الساعة راح أضرب هذا الرقم في 4 حتى أطلع شنو الفلوريت بالvehicle. فأنا عندي هنا هاي 500 فقط للربع ساعة، إذا أريد أحولها إلى ساعة فأضرب هذا الرقم في 4 فأطلع الفلوريت. فطلع لي الفلوريت. عندي أيضا الأول فوليوم اللي هو الحجم المروري قلنا خلال ساعة، فهو مجموع هذه الأرقام كليتها بدون يعني تحويل. فإذا أنا راح أجمع هذه الأرقام خلال الساعة فطلع لي 2150. البيك فلو ريت اللي هو أعلى رقم أو أعلى يعني حجم مروري مر عندي في ساعة الذروة اللي هو كان هذا الرقم اللي 2400. فينزل عندي هنا هذا نسميه المعدل المروري أو معدل التدفق في ساعة الذروة. فإذا راح يكون الـ PHF Peak Hour Factor اللي هو قسمة هذول الرقمين على بعض 2150 تقسيم 2400، فراح يطلع لك تقريبا 89 أو حوالي 90. ناخذ مثال ثاني هنا بالعكس، أنا ما قسمت هنا أو هو تقريبا يعني نفس البيانات المرورية، لكن هنا أنا تلاحظون مقسمتها إلى 10 منت، يعني قللت الفترة حتى شوية أزيد عندي الأكيورسي أو الدقة مع جمع البيانات. فأنا كل ما تكون عندي هذه الفترات الزمنية اللي أخذها قليلة، كل ما تزداد عندي دقة القياس أو دقة الحسابات المرورية اللي يعني أشتغل عليها. فإذا ممكن أنه أخليها 5 منت إذا أريد يعني أكون كلش دقيقة، أو أخليها 2 منت بس لصعوبة يعني أنه أجاري هذا الشيء أثناء التصوير أو أثناء أخذ البيانات يدويا من الشارع. فأضطر أنه أستعمل مثلا أغير الورقة كل ربع ساعة أو أغير الفترة. فإذا هسه مثل ما قلنا هنا خلال جمع البيانات لمدة 10 دقائق، 10 دقائق خلال هذه الساعة، فلاحظت أنه 10 دقائق الأولى 350، 10 دقائق الثانية 400، الثالثة 450، وإلى آخره إلى أن أنا كملت هذه الساعة ضمن شنو اللي هي 10 دقائق 10 دقائق. فإذا عندي 6 فترات على 10 دقائق كملت بها خلال هذه الساعة. نجي نحسب الفلوريت هنا مثل ما قلنا أحول هذا الرقم إلى ساعة، فهذا الرقم حاليا يمثل لي 350 شنو مركبة على 10 أو خلال 10 دقائق. فحتى أحولها إلى ساعة راح شنو أضرب هذا الرقم في 6. ليش؟ لأنه عندي قلنا هنا الفترات 10 منت، فالدقيقة أو عفوا الساعة تساوي 60 دقيقة. فإذا أنا راح أقسم أو أضرب هذا الرقم في 6 حتى أرجع إلى ساعة. فمن ضربته طلعت لي هذه الأرقام، وأيضا أجي أباوع على أكبر رقم بهم هنا اللي هو 2000
و700، فإذا هذا راح يكون هو البيك فلو ريت، أكبر رقم عندي حصل خلال هذه الساعة، وأسميه بمعدل التدفق خلال ساعة الذروة. وأيضا عندي الأول فوليوم اللي هو مجموع السيارات اللي أنا شفتها فعليا خلال هذه الساعة اللي هو 2150، وبالتالي أجي أحسب البيك أور فاكتور اللي هو قسمة هذول الرقمين على بعض، وأحصل النتيجة اللي هي 79.6 أو تقريبا يعني 80. لاحظوا أنه قبل شوية المثال كان يقرأ 89%، بينما هسه بدأ يقرأ عندي 79%. فإذا أنا كل ما أقسم هذا الفلو أو هذه الساعة إلى يعني أقسام أصغر، مو كل ربع ساعة مثلا أخذ حجم، وإنما كل 10 دقائق أو حتى هاي 10 دقائق أقدر أقسمها إلى بعدها من 5 دقائق، فراح تكون عندي العملية أدق، وتكون يعني البيانات المرورية تعطيك يعني فكرة أوضح عن اللي دا يصير بواقع الحال أو على الطريق. عندنا أيضا الخاصية الثانية اللي هي عندي احنا نسميها الترافيك دينسيتي أو الكثافة المرورية، فممكن انه هي تعرف على انها number of vehicles that occupying a given length of a highway، فهي معدل تواجد المركبات على طول معين من الطريق خلال فترة زمنية معينة. ايضا يعني تكون هذه الوحدة المستخدمة للتعبير عن الكثافة اللي هي مثل ما قلنا انه يعني عدد المركبات اللي تشغل مقطع معين او طول معين من الطريق. طبعا هذه الكثافة تمثل لك عدد المركبات مثل ما قلنا على هذا الطريق. هذا الطريق ربما يكون مكون من حارات او لينات، فاذا انا لازم يعني احسب الكثافة المرورية على لين، وبالتالي استنتج النتيجة النهائية. فممكن انه نقول الدنسيتي نرمز لها بالرمز دي اللي هي عدد المركبات على طول هذا الطريق، ربما كيلومتر ربما نص كيلومتر، او ممكن انه عبر عنها بال يعني الوحدات الانجليزية دائما يستخدمون الميل هما او المايل عفوا. فاذا ممكن انه الكثافة المرورية أقيسها بالفيكل بير مايل أو بالفيكل بير كيلومتر. أيضا عندي السبيسينج أو عفوا إحنا نسميها بالديستنس هيدوي أو المسافة البينية، فهي تقريبا مجر اللي هي يعني مجر ما بين مقدمة مركبتين متتاليتين على الطريق، وبالتالي مثل ما تشوفون هنا الديستنس هيدوي اللي هو المسافة ما بين مقدمات السيارات اللي هي تكون يعني تمشي واحدة وراء الثانية. طبعا هذه قيمة السبيسينج هذه مختلفة وتعتمد تقريبا على الكثافة المرورية. فإذا السبيسينج ممكن أنه أقيسه 1000، هذا 1000 ربما يمثل لك يعني هنا كيلومتر، والكيلومتر هنا 1000 متر، فاستخدمنا إحنا هذا الرقم اللي هو 1000 على الدينسيتي اللي قبل شوية إحنا حسبناها اللي هي عدد المركبات على كيلومتر أو ربما يعني نص كيلومتر. المهم أني هذه دائما أقيسه بالبيكل بير كيلومتر، فإذا الألف هذا يمثل لك الكيلومتر، فالدنسيتي راح تقاس بالمتر على فيكل، إيش قد أنا أحتاج كم متر حتى يستوعب لي مركبة واحدة على الطريق. فهنا إكزامبل بسيط يقول لك إنه أكو about 60 vehicle per lane have been observed on 0.5 kilometer length motorway. If the motorway consists of 3 lanes, determine the traffic density and space between successive vehicles. فإذا عندي 60 سيارة على حارة واحدة من الطريق اللي هو طوله نص كيلومتر. فإذا كان هذا الطريق أو النص كيلومتر يعني مكون من 3 حارات، فأحسب لي شقد الكثافة المرورية وشقد السبيس ما بين هذه السكسسيف vehicles.
فإذا الدنسيتي راح تكون على 1 لين مثل ما قايل لي أنا هنا have been observed per lane فإلي على كل لين 60 على طول الطريق اللي هو 0.5 فراح صار عندي 120 فيكل بير كيلومتر. فإذا إلى 3 عندي افتراضا أنه افترضت أنه هو الرقم نفسه موزع على اللينات البقية فراح يكون الكثافة المرورية على كل الطريق اللي هو 3 حارات 360 vehicle per kilometer. إذن السبيس هو راح يكون ألف عن حولته إلى كيلومتر وعندي النتيجة هنا مال الدنسيتي بالكيلومتر فالألف على ال 120 هذه الدنسيتي يعني مثلا per lane خلينا نفرض أنه لأنه أنا أهتم بها per lane وليس على الثلاث لينات أكيد أريد أعرف المسافة ما بين سيارة وأخرى اللي هي يمشون على نفس اللين مو بالثلاث لينات فراح يكون هنا ألف على 120 تطلع تقريبا 8.33 هذه يعني أقل مسافة أنا أقدر أوفرها لهذه البيكر حتى تقعد بهذا الطريق وتجي بعدها سيارة همين تأخذ نفس هذا الحيز أو هذا المسافة. عندي بعد شنو من الخصائص المرورية الأخرى اللي هي السبيد وهذه جدا مهمة يعني كوحدة قياس والسبيد مثل ما تعرفون اللي هي السرعة ممكن أنه أمثلها بالdistance traveled by vehicle during a unit time اللي هي المسافة المقطوعة من قبل مركبة خلال فترة زمنية معينة دائما تكون وحدات قياس السرعة اللي هي كيلومتر لكل ساعة احنا دائما على الطرق نتعامل بالكيلومتر على الساعة او بالميل على الساعة فممكن انه اقسمها هذه السرعة عندي نوعين مهمات النوع الاول اللي هو اسميه space mean speed والنوع الثاني اللي هو التايم مين سبيد نجي على النوع الاول اللي هو السبيس مين سبيد اللي جدا يقول عندي ريبريزنت ذا افريج ترافل فيكل او ترافل سبيد اوف فيكل اون ا هاي واي سكشن ذات يوز ان ذا كالكوليشن اوف ليفل اوف سيرفيس اولسو ات كان بي ديفاين از افريج ترافل سبيد فإذا هي المسافة على الطريق تكون مقسومة على متوسط أزمنة الرحلات للمركبات اللي طبعاً مرة على هذا الطريق طبعاً هذه الأزمنة تكون شاملة لأزمنة التأخير أو أي توقف يحصل بسبب يعني خلينا نقول الازدحام المروري أو بسبب ربما حوادث على الطريق أو عناصر أخرى يعني مثلا بسبب عطل سيارة أو عطل شهرة مرورية فإذا هذه هي السرعة اللي أنا دائما أعتمدها في الحسابات مالتي لأغراض جمع البيانات المرورية لأن هي بواقع حال تعبر يعني عن يعني الحالة المرورية الصحيحة اللي موجودة يعني على الطريق وبيش قاعد تتأثر هذه السرعة بسبب يعني مثل ما قلنا أنه أزمنة التأخير أو حصول أعطال على الطريق أو توقفات فهنا السبيس مين سبيد أو اللي نسميها إحنا أفرج ترافل سبيد فراح تكون هي عدد المركبات اللي أنا أشوفها على الطريق على اللي هو متوسط الأزمنة فهنا ممكن إذا يعني ما نقدر نحسب إحنا بواقع حال زمن مال هذه السيارة فإذا هو راح يكون مقلوب السرعة فإذا هي شقد عندي يعني سيارات على هذا الطريق فإذا راح أجمع مقلوب سرعهم هذولي فيعطيك يعني النتيجة مع هذه السبيس مين سبيد وممكن إنه أعوض مقلوب السرعة بكونه يعني الزمن على طول الطريق فهذه كانت النتيجة النهائية لل المعادلة مثل ما قلنا انه تقاس بالميل بير اور اور التايم مين سبيد ايضا اللي هو الاريثمتيك مين اوف سبيد اوف فيكل باسنج ا سيرتن بوينت اون ا هاي واي ديورينج ا يونت تايم فاذا هذا النوع الثاني من السرعة اللي هي تمثل عادة متوسط الحسابي او معدل
سرع مجموعة من المركبات على نقطة معينة من الطريق خلال فترة زمنية محددة. فإذا أنا راح عندي مجموعة من المركبات، راح أجمع سرعهم وأقسمها على العدد، والنتيجة أكيد تكون سرعة مقاسة بالميتر أور أو كيلومتر. عندنا هنا مثال بسيط حتى نوضح يعني طريقة حساب الدنسيتي والسبيس والتايم مين سبيد اند سبيس مين سبيد فور فور كارز اللي هو اي بي سي دي اون 500 متر لينث رود واي. ذا سبيد وير اوبتين باي فوتوغرافي اس شون ان تيبل. عندنا هنا شخص يجمع البيانات المرورية، فجمع معلومات اربع سيارات اللي هي اي بي سي، وكانت هذه سرعهم على الطريق اللي هي كان طوله 500 متر، وسرعة المركبات اللي هي 25 30 45 55. فإذا الدنسيتي يعني شيء يمثل لي عدد المركبات على هذا 500 متر، وأحولها إلى كيلومتر بقسمتها طبعا على ألف، والألف بما أنه مقسومة هي بالمقام فراح تحول إلى البوست، فتطلع عندك النتيجة مال الدنسيتي اللي هي 8 vehicle per kilometer. عندنا السبيس اللي هي مقلوب الدنسيتي مثل ما تكلمنا عنها اللي هو ألف على ألف اللي هو الكيلومتر على 8، فطلع لك المسافة ما بين سيارة وأخرى تقريبا 125 متر. فإذا يعني هذا الطريق يعني ما يمثل لي عندي أي ازدحام، فالمسافة مثل ما تلاحظون يعني جدا كبيرة ما بين سيارة وأخرى. التايم مين سبيد اللي هو مثل ما قلنا معدل سرعة المركبات على عددها، فأجمع السرعة وأقسمها على العدد. بس يعني أحب أذكر ملاحظة أنه تنتبهون إذا كانت هذه السرعة كلها هي بنفس الوحدات أو ربما تكون يعني بالمئة بير أور، فحاولوا أنه يعني تغيرون أو توحدون هذه القياسات أو الوحدات. فهذه كان التايم مين سبيد اللي هي 38.75 كيلومتر بير اور، وعندنا السبيس مين سبيد اللي هو مثل ما قلنا عدد المركبات على مجموع مقلوب السرعة مالتهم. فإذا أني أربع مركبات عندي على مقلوب سرعة كل واحدة من عندهم، فتطلع النتيجة النهائية اللي هي 35.4 كيلومتر بير اور. عندنا ننتقل الى يعني موضوع جدا مهم اللي هو fundamental relationship between speed flow and density on a highway. فعندي علاقات جدا مهمة تربط ما بين السرعة والحجم المروري او المعدل المروري والdensity اللي هي الكثافة المرورية على الهايوات. هذه العلاقات لقوا أنه العلاقة ما بين الدنسيتي والسبيد علاقة خطية مثل ما تشوفون هنا، هذا خطية لينير نسميها لينير ريليشنشيب. هذه شنو معناتها؟ أنه السرعة ممكن أنه يمشي عليها هذا الساق أو يتخذ السرعة اللي يريدها إلى أن يوصل إلى يعني فد رينج معين او نقطة معينة من السرعة، تكون هذه اكبر سرعة ممكن انه يمشيها او يمشي عليها هذا السائق على الطريق. طبعا بتكون بها الدنسيتي او الكثافة المرورية يعني تقترب من الصفر او ربما صفر. هاي شنو معنى؟ انه السائق يقدر يمشي بالسرعة اللي يريدها او اعلى سرعة عندما لا تكون هناك كثافة مرورية او عدد كبير من المركبات على الطريق. فيعني الطريق هنا جدا امامه مفتوح وما توجد اي ازدحامات ويقدر يمشي على السرعة اللي يريدها، فتكون عندي المحصلة هذه النقطة. العكس صحيح، انه لما تكون عندي كثافة مرورية جدا عالية يعني توصل إلى حد الاختناق أو الازدحام المروري، معناته أنه السائق ما يقدر يعني يمشي بالسرعة اللي يريدها، فدائما تكون السرعة عنده قليلة بسبب هذا الازدحام، ما يقدر يناور، ما يقدر يعني يمشي على السرعة اللي يريدها، فتكون هنا السبيد في هذه الحالة صفر والدنسيتي في أكبر مستوى لها اللي نسميها إحنا ماكسيموم دنسيتي أو جام دنسيتي.
وعندنا أيضا بالنسبة لباقي العلاقات اللي هي speed flow وعندنا flow density، ومثل ما قلنا أنه أكو علاقات تربط مع بيناتهم، فالflow اللي هو إحنا دائما نسميه Q يساوي الـ space mean speed اللي قبل شوية إحنا حكينا عنها، قلنا هذه مهمة ودائما تدخل في الدراسات المرورية مضروبة في الكثافة المرورية. ومثل ما قلنا انه الاقصى سرعه تمثل على هذا الشكل نسميها احنا الفري فلو سبيد، ارمز لها بالفي اف، وعندنا اكبر كثافه مروريه على الطريق احنا نسميها بالجام دنسيتي او الكثافه القصوى. فبالنسبه لباقي العلاقات هنا مثل ما تشوفون اكو علاقه ما بين الفلو وسبيد، وعندنا علاقة ما بين الفلو والدنسيتي، فممكن انه يعني اشرح لكم هذه التفاصيل. فتحصل الكثافة المرورية القصوى اللي هي هذه الجام دنسيتي عندما يصل الحجم المروري تقريبا يعني عدد السيارات يسد الطريق او يعني ياخذ كل مساحة اللي موجودة عنده على الطريق أو الحارة الوحدة أو اللين الواحد إحنا نسميها. فإذا أنا ما عندي فلو أشوف أنه السيارات يعني ملت هذا الشارع، فيكون عندي هنا الجام أو الدنسيتي في أقصى حالاته، والفلو اللي دا يحصل أو اللي دا يدخل عندي بهذا الشارع جدا قليل. ليش؟ لأنه ماكو مسافة تتحرك بها السيارات ويدخل عندي مرور، فيكون هنا جام دنسيتي جدا كبيره لكن الفلو يعني صفر او يقترب من الصفر. عندنا العكس صحيح انه ممكن انه الدنسيتي تكون صفر والفلو صفر، فهذا شنو معناته؟ انه الشارع فارغ تماما. هذا تقريبا يحصل يعني في حالات الليل انه ما عندي سيارات فما عندي فلو، شيء اكيد يعني هذا، فالشارع يكون جدا فارغ. شوي شوي يبدي يعني مع ساعات الصباح الاولى فيبدي الفلو يدخل، السيارات تبدي تدخل لهذا الشارع الى ان توصل الى فد يعني طاقة قصوى خلينا نسميها احنا، او يعني او مو عفوا مو طاقة وانما اقصى فلو ممكن انه يستوعب هذا الشارع، اكبر يعني عدد من المركبات ممكن انه يدخل لهذا الشارع. وبعدين كل ما تزداد هذه اعداد المركبات كل ما يعني بعد الشارع ما يقدر يعني يستوعب اكثر عدد من السيارات خلال هذه الفترة او خلال هذه الساعة، فيبدي يقترب من الصفر. العلاقة ما بين الفلو والسبيد نفس الشيء، علاقة مع الدنسيتي الفلو يكون صفر والسبيد صفر، فمعناته انه خلال ساعات الليل ربما انه يعني او ربما خلال ساعات يعني الذروة لما يكون الشارع جدا ممتلئ فالفلو ما يقدر بعد يعني ماكو هذا الشارع ما يستوعب اعداد كبيرة من السيارات، فيكون عندي الفلو صفر والسبيد صفر انه السيارات ما تقدر يعني تتحرك، ف جدا يعني ازدحام مرور خانق. لكن شوية شوية يبدي يعني الفلو يفتح او مثلا الاشارة المرورية تبدي تحول الى الاخضر، فيبدي السيارات تدخل في هذا الشارع والى ان تصل الى ماكسيموم فلو، وتبدي السرعة شوية شوية تبدي تزداد الى ان يرجع هذا التقاطع او هذا الشارع شوي شوي يبدي يفرغ من هذه السيارات، وبالتالي السيارات المتبقية تكون عندها مساحة مفتوحة من الشارع فتبدي تاخذ السرعة القصوى اللي هي تقدر تمشي عليها، فنسميها احنا هنا بالفري فلو كونديشن. فاذا اني بالبداية يكون الشارع هنا مزدحم شوي شوي يبدي يخف الازدحام وتبدي السيارات هنا تتحرك الى ان تاخذ السرعة اللي هي تريدها. فاذا اني من هذا استنتج انه اقصى فلو اني اقدر احصله لما يكون عندي السرعة هي تساوي نصف السرعة القصوى والكثافة المرورية هي نصف الكثافة الحرجة أو الكثافة المرورية الجام دنسيتي احنا نسميها.
فمن هذا أني أستنتج أنه من خلال هذا الرسم أني أقدر أوجد معادلة هذا الخط المستقيم عن طريق يعني المسافة، حساب المسافة ما بين نقطتين. ممكن أنه تطلع العلاقة بالنسبة للبي سبيد هي أي نقطة هنا أنا موجودة تكون أقل من البي اف، تساوي لي البي اف في واحد ناقص الدي على الجان دينسيتي، أو ممكن العكس صحيح أنه أقلب المعادلة بدلالة الدينسيتي اللي هو يساوي لي الجان دينسيتي في واحد ناقص البي اف على الفري فلو سبيد. فبما أنه أنا المعادلة الأصلية أو العلاقة الأصلية ما بين الفلو سبيس والدينسيتي هي بهذا الشكل، فممكن أنه أعوض السبيس من سبيد هذه موجودة عندي أضربها في هذه المعادلة اللي هي معادلة الدينسيتي، هذا هنا الدينسيتي، فأجيب هذه المعادلة وأنا أنزلها أو أضربها في البي اف تطلع عندي هذه المعادلة من الدرجة الثانية اللي هي تمثل لك العلاقة ما بين الفلو والسبيد اللي موجودة على الطريق وماكسيمم سبيد وماكسيمم جام دينسيتي. أيضا إذا أريد أني أحصل ماكسيمم فلو شلون أني أقدر أحصله بالنسبة لبقية العلاقات، فأني لازم أشتق هذه المعادلة اللي هي هسه قبل شوية آخر معادلة شفناها، فأطلع المشتقة بدلالة الـ Vs. فإذا أنا من أشتق فالجام دينسيتي عندي والـ Vf مثل الثوابت أنا أتعامل معهم، ليش؟ لأنه عندهم نقاط وعندهم قيم محددة، فإذا أنا راح أتعامل بها بالثوابت وأشتق المعادلة بالنسبة للمتغير اللي هو Vs. فبما أنه هنا أنا كان عندي Vs تربيع فصار 2 Vs ويساوي المعادلة إلى الصفر، فأحل هذه المعادلة وسطا وطرفا، فبالنتيجة أنا لقيت أنه أقصى أو ماكسيموم فلو ممكن أنه يحصل على الـ Vf على 2، وبالتالي أو ممكن أنه أشتق المعادلة بالعكس يعني أثبت الـ Density وأجيب معادلة الـ Vs بدلالة Vf وأدخلها وأشتق مرة ثانية بدلالة D، يعني أوجد المشتقة مال الفلو بدلالة الدينسيتي وأطلع هنا القيمة راح تكون عندك الدينسيتي تساوي لي الدي جام على 2، فالحالتين أنه ممكن أني أشتغل عليها. بالنتيجة أنا راح أخذ الـ Vs والدينسيتي اللي هي تساوي لي جام دينسيتي على 2 وأعوضها بالمعادلة مال العلاقة الأصلية ما بين الكيو ماكس وعلاقته بال Vf و Vs، والنتيجة راح تكون انه اقصى فلو اني اقدر احصله لما يكون عندي حاصل ضرب الجام دينسيتي على 2 مضروبة في الفري فلو سبيد على 2، فالنتيجة راح تكون جام دينسيتي في بي فلو على 4. وهنا ناخذ مثال بسيط انه يمثل لك ليقول عندي علاقة مع بين الـ speed والـ density for a given section on a highway was found as، اللي هي هذه العلاقة الخطية أجي أباوع هنا على المعادلة هل هي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، فأنا راح أعرف أنه العلاقة مع بين الـ speed والـ density علاقة خطية ممكن أنه أمثلها بهذا الشكل. زين شنو المطلوب؟ يريد الجام density شقد هذه قيمتها، يعني هذا الرقم اللي احنا نشقد وفق هذه المعادلة، وأيضا يريد الفلو أو الفري فلو سبيد هذه قيمة هذه النقطة شقد اللي هي صفر و بي اف شقد هذه البي اف، ويريد أيضا الجام دينسيتي وصفر حتى يريد هنا الجام دينسيتي. زين يريد الماكسيموم فلو، ماكسيموم فلو قلنا وين يحصل؟ لما يكون بي اف على 2 ودي جي على 2، فإذا the jam density ممكن تكون هذه شو وقت تحصل at v يساوي صفر، فأجي أعوض هنا عن الـ v صفر وأطلع الـ d أو اللي هي راح تكون jam density راح تكون قيمتها 150. نفس الطريقة أوجد الـ free flow speed لما شو وقت هنا أنا هاي free flow speed لما يكون الـ d صفر، فإذا راح أعوض هنا بهذه المعادلة دي صفر فطلع لي في فلو أو في فري فلو سبيد اللي هو 50 كيلومتر بير أور، تنتبهون جدا هنا لل يعني الأرقام أو التعويض،
أنا افترضت إنه هذه العلاقات هي كلها بالكيلومتر أو بالساعة، فاعتمدت أنا هذه. لو كان يعني هنا منطق بفتح مثلا مقطع من الطريق طوله 500 ميل أو 1000 ميل، فإذا أنا يعني أحول إلى الوحدات الإنجليزية السنوية. فإذا بالنهاية أنا أقدر أوجد الفلو أو الماكسيموم فلو، ومثل ما قلنا طلعت قيمة الجون ديسيتي وطلعت قيمة الفري فلو سبيد، أضربهم مع بعض وأقسمهم على 4، فيطلع عندي أقصى فلو ممكن أنه يمر بهذا الطريق بدون تأخيرات بدون مشاكل. كل السيارات تدخل وكل السيارات يعني تمشي على السرعة اللي تريدها، أقصى فلو اللي هو 1875 vehicle. شكرا جزيلا لمتابعتكم هذه المحاضرة، اللي أتمنى من عندكم أنه يعني تستفادون من أدها، وأيضا إذا تحبون تطلعون على تفاصيل أكثر مثل ما قلت ممكن أنه تراجعون المصادر اللي أنا أعطيتكم إياها في بداية المحاضرة، وتطلعون على الأمثلة وتطلعون على التمارين أو ربما حتى المسائل اللي موجودة داخل الفصول الخاصة بحسابات أو يعني حسابات الحجم المروري أو العلاقات ما بين السبيد فلو دنسيتي ريليشنشيب. وشكرا جزيلا مرة أخرى.